لقاء يجمع بين الموسيقى من مختلف أنحاء العالم في مهرجان ووم ماد للموسيقى العالمية. تعتمد موسيقى القوالي على إيقاع الطبلة الذي يواكب التصفيق في تناسق جامع مع الكلام والألحان الصوفية. أوتار فلسطينية في موعد لندن السنوي مع الموسيقى الكلاسيكية. هذه فرصة لشباب فلسطينيين راح يعزفوا مع أحد أهم عازفين الكمان في العالم. آفاق على شاشة بي بي سي.